جماعة داعش وغيرهم، كل من ضل عن الصراط المستقيم فإنهم من حزب الشيطان، إما من الخوارج وإما من غيرهم من دعاة الضلال، ولا يقاومون إلا بالعلم النافع. هؤلاء من الذين قال الله فيهم جاهد الكفار والمنافقين، هؤلاء يكونون في صف المنافقين لأنهم يدعون الإسلام ويعملون ببعض الشعائر الدينية، ولكنهم دعاة ضلال ولا يقاومون إلا بالعلم النافع والرد على شبهاتهم وأباطيلهم.